يا دكتور ما الصوت؟ معلش انا قافل المايك، معلش سوري. طيب اوكي كده سامعين مش كده؟ ايوه كده سامعين. معلش طيب ايوه لحظة. معاك. طيب كده سامعين؟ طيب زي ما قلت لكم في المحاضرة اللي فاتت، نحن تكلمنا عن الجاستريك سيكريشن، تكلمنا عن هاو وي كان بروديوس اتش سي ال، هاو وي كان سيكريت انترنسيك فاكتور ميوكاس. توداي ويل ديسكاس ذا كنترول اوف جاستريك سيكريشن. وزي ما انتم عارفين كل الجاستريك فانكشنز ار كنترولد باي نيورو هرمونال ميكانيزمز. سو وي هاف نيورال ميكانيزمز ذات كنترول ذا جاستريك سيكريشنز، اند اولسو وي هاز هرمونال، وي هاف هرمونال ميكانيزم. وقلنا لما نقول هرمونال في الجي اي تي يوجوالي وي مين هرمون ذا سيكريت باي ذا اندوكراين سيلز ان ذا جي اي تي سيستم اتسيلف. لما نقول هرمونال كنترول في الجهاز الهضمي حقي، انا بتكلم عن هرمونات بيتم افرازها عن طريق الجي اي تي سيستم نفسه، وبترجع تعمل تحكم في الجي اي تي فانكشنز. يبقى ناو we want to discuss how we can control the gastric secretions. طيب بصورة عامة نحن ممكن نقسم الكنترول في الجاستريك سيكريشن into three phases. The cephalic phase اللي هي بنسميها المرحلة الذهنية. And this is when the food is outside the stomach. يعني هنا ممكن يكون الفود outside the body itself، أو ممكن يكون في الأورال كافيتي. يبقى إذا كان في الأورال كافيتي أو كان outside the body we call it cephalic phase. The second is the gastric phase, when the food comes into the stomach itself. The presence of food here will stimulate the secretion of gastric secretions. When the food passes to the intestine, still it can control, it can increase or can inhibit. يبقى عندنا ثلاثة مراحل أو three phases that control the gastric secretion. السيفاليك phase والجاستريك phase والانتستينال phase. هنمسكهم واحد واحد ونتكلم عنهم. The first phase is the cephalic phase. شايفين الشخص ذا الآن بفكر في الأكل أو بيشم في ريحة الأكل، تمام؟ أو الأكل in his mouth، يعني الأكل بيمضغ في الأكل during mastication. تتذكر في أول محاضرة أنا تكلمت لكم عن الماستيكيشن، قلت لكم واحد من اهم الفانكشن اوف الماستيكيشنز او مضغ الطعام، انه بيجهز الجي اي تي تراك حقتنا للفود. يبقى كل السكريشنز بيزيد قبل ما الطعام يجي للاستمك بتاعتنا. يبقى this is a cephalic phase. Seeing, smelling, thinking of food stimulate HCL secretion. ودي بنسميها conditional reflex. بنسميها شنو؟ conditional reflex. conditional يعني شنو؟ what does it mean conditional؟ ها يعني في حالات معينة. ايوه يعني مربوطة بحالة. يبقى مربوطة بحالة دارين نقول انه it is not true. it is not يعني it is not true situation. يعني حاله بحاله. طالما انا شميت ريحه الاكل حاكل، انا بفتكر كده. شفت الاكل حاكله. اوكي الاكل الان in my mouth حيصل للاستمك. يبقى ده عشان كده سميناه conditional reflexes. طيب يبقى
This is one of the most important actually factor that increase the HCL secretion. Presence of food in the mouth, as I said, also stimulate. It is non-conditional reflex for the salivation, but still it is conditional reflex for for the stomach secretion. الحتة دي نفهمها كويس. يعني لما نقول non-conditional reflex, it means that still لما نتكلم عن السلايفا برودكشن بقول نون كونديشنال. اوكي، لما نتكلم عن الاستمك، الاكل لحد الان ما وصل للاستمك، يبقى بالنسبه للاستمك هو علم غيب لسه. اوكي، ممكن الشخص يعمل سوالوينج او ما يعمل سوالوينج، فعايزكم تصلحوا الحته دي يعني تفهموها كويس. بين قوسين نون كونديشنال ريفلكس دي مقصود بها السلايفيشن نوت الاتش سي ال. يبقى إذا كان seeing of the food أو presence of the food in the mouth، الاثنين بنعتبرهم شنو؟ بنعتبرهم conditional reflex. طيب، both reflexes involve stimulation of the vagal center as a result and result in increasing pulses through the vagus nerve to the stomach. يبقى نفهم حاجة بسيطة، إنه ال presence of food in the stomach in the mouth أو إنه نشم الأكل، الاثنين mediated by the vagus نيرف. الاثنين يعني ما في سيفاليك فيز اذا ما عندنا فيجاس نيرف. يبقى اذا عملنا فاجوتومي، لو قطعنا الفيجاس نيرف لاي سبب من الاسباب، حنفقد السيفاليك فيز. يبقى في الامتحان لو سالك قال لك ذا سيفاليك فيز ابولشت باي فاجوتومي، هتقولي صح ولا غلط؟ Yes, it is true. يبقى it is 100% mediated through the vagus nerve. طيب، يبقى cephalic phase is vagal mediated. Vagal impulses descend to the stomach will stimulate the release of gastric juice directly مباشرة، لأنه إحنا we know that إنه الباراسيمبيسيتيك أو الفيجاس نيرف بيفرز الأسيتايل كولين. في المحاضرة اللي فاتت تذكر لما تكلمنا عن البرايتل سيل، قلنا انه واحد من اهم الريسبتر الموجوده هي الماسكرينيك ريسبتر حق الاستايل كولين. يبقى الفيجاس نيرف كان ستيموليت ذا سيكريشن اوف اتش سي ال اند جاستريك سيكريشن دايركتلي ثرو استايل كولين اند اولسو ان دايركتلي ثرو ريليز فيري امبورتنت بروتين وي كول ات جاسترين ريليزنج بيبتايد. جاسترين ريليزنج بيبتايد اند ذيس ويل ستيموليت جاسترين سيكريشن. ونحن هنعرف بعد شويه انه الجاسترين سيكريشن واحد من اهم الاستيميوليتر لشنو؟ لل HCL سيكريشن. يبقى نتفق على حاجه انه الفيجاس نيرف كان ستيموليت دايركتلي اند اندايركتلي ذا HCL سيكريشن دايركتلي ثرو استايل كولين اند اندايركتلي ثرو ريليزنج اوف جاسترين ريليزنج بيبتايد، بالعربي الهرمون او البيبتايد المحفز لافراز الجاسترين. طيب، يبقى chronic stress can stimulate chronic stress بصورة عامة can stimulate secretion while acute stress inhibits the secretion. This is very important actually. This is very important information. لأنه بتلاحظوا يقول لك والله يا أخي الزول ده عمل لنا الغرحة. يعني دائما الشخص اللي بيعمل الغرحة هو الشخص اللي بيكون عامل لك stress chronic. يعني الغرحة ما بتيجي في يوم وليلة. فربطنا دائما الديفلوبمنت اوف الغرحه بالكرونيك ستريس. اذا الشخص خاش في امتحانات طويله ممكن الاتش سي ال سكريشن يزيد وممكن يحصل له مشاكل، لكن دائما الاكيوت بيحصل انهيبيشن، لانه زي ما قلت لكم السيمبيسيتيك نيرفوس سيستم اللي بيشتغل في الاكيوت ستريس هو دائما اجينست الفود. يبقى ما it is not suitable انك تكون في حاله بتاعت acute stress ويحصل لك high secretion of HCL or gastric secretion. This phase is abolished after vagotomy. يبقى اتفقنا على الحته دي انه اذا عملنا vagotomy بنفقد السيفاليك phase. طيب، الان جينا للمرحله المهمه. الان الاكل وصل للاستمر، يبقى دي هنا نيورو هرمونال ميكانيزم. لو لاحظتوا السيفاليك فيز كانت نيورو هرمونال ولا كانت نيورال؟ السيفاليك فيز نيورال. ممتاز، كانت نيورال، بيور نيورال. الان ميكس نيورو هرمونال، وده دايما بيوريك الاهميه بتاعت الفيز. اذا الفيز كانت نيورو هرمونال معناته this phase is the most strong phase and it's the most important، عشان كده اشتغلوا فيها الاثنين. يبقى نيورال ميكانيزم through distension of the stomach. اوكي، وين الاستمك لما يحصل لها ديستنشن هيحصل له تو ريفلكسز، واحد بنسميه لونج فيجوفاجل ريفلكس
The afferent and efferent is vagus nerve. يعني لما الاستمر حقتي تتمدد نتيجة لبيض الطعام، الفيجاس نيرف نفسه بشيل سنسوري فايبرز ويرسلها للسنتر فوق بتاع الفيجاس سنتر، وتجي راجعة برضه عن طريق الفيجاس وتخش كأنها زي بتاعت السيفاليك فيس اللي شرحناها قبل شوية. يبقى حتزيد الإفراز دايركتلي ثرو الأستايل كولين وإن دايركتلي ثرو الجاستلين ريليزنج بيبتايد. يبقى دي بنسميها لونج فيجو فيجال ريفلكس. يبقى إذا قطعنا الفيجاس نيرف هنفقد دي، إذا قطعنا الفيجاس نيرف هنفقد دي. يبقى عندنا حاجتين هنفقدهم يا شباب لو قطعنا الفيجاس نيرف، هنفقد السيفاليك فيس كلها وهنفقد اللونج فيجو فيجال ريفلكس الخاص بالجاستريك فيس، صح ولا غلط؟ ها شباب صح. يبقى نتفق على المعلومة دي، إذا قطعنا الفيجاس نيرف هنفقد فيز ونص نقول كده يعني، أو فيز وربع، هنفقد السيفاليك فيس كلها وهنفقد اللونج فيجو فيجال ريفلكس. نجي للحته الثانيه اللي هي الشورت انترميورال ريفلكس. تتذكر الانتريك نيرفس سيستم، الانتريك نيرفس سيستم اللي هو قلنا فيه ما انتريك بلاكسس صح، وفيه سب ميوكوزال بلاكسس. يبقى لما نحصل ديستنشن للاستمك حقتي الما انتريك بلاكسس هتشد هتشتغل، هيحصل لها ستيميوليشن، تقوم ترسل اشارات طوال للسب ميوكوزال بلاكسس. والسب ميوكوزال بلاكسس زي ما عارفين تتذكر قلنا عندها الاسيتايل كولين وسبستانس بي، ودي طوال بيفرزوا وبيزيدوا الجاستريك سكريشنز. يبقى دي بنسميها شورت انتراميورال ريفلكس، ودي لو قطعنا الفيجاس نيرف ما هنفقدها، اذا قطعنا الفيجاس نيرف ما هنفقدها. يبقى هتكون عندي شورت انتراميورال. انتراميورال معناتها داخل الجدار، ولما نقول داخل الجدار انا بتكلم عن الماينتريك بلكسس ومعاه السب ميوكس بلكسس. يبقى الاثنين بيشتغلوا في الحاله دي. يبقى ذا موست امبورتنت فاكتور هو شنو؟ هو الديستنشن اوف ذا ستمك. معلش بس يا شباب لحظه. الو، لحظة. ايوه دكتور سام، معاك الصيدلية. شكرا. طيب سوري يا شباب، ده تليفون من المستشفى. طيب ابقى خلاص اتفقنا على المعلومة دي صح؟ اتفقنا على انه اتفقنا على انه النيورال مقسوم لاثنين لونج وشورت. طيب نيجي للجزء المهم جدا اللي هو الهرمونال. لما نتكلم عن الهرمونال كنترول اوف الجاستريك سيكريشن بتكلم عن فيري امبورتنت هرمون اسمه الجاسترين، وماخذ الاسم من الاستمك نفسه، ماخذ الاسم من شنو؟ من الاستمك، عشان كده سميناه جاسترين. يبقى الجاسترين هرمون اهم ستيمولس ليه هو بريزنس اوف فود ان ذا ستمك. اول ما الاكل يدخل الاستمك حقتنا بيحصل ديستنشن، والديستنشن ده بيعمل ستيميوليشن للجاسترين هرمون. بتفرز لنا خلايا اسمها جي سيلز، شفناها اولا لما اتكلمنا عن الجاستريك سكريشن، قلنا عندنا نوعين من الخلايا، عندنا اكسكراين جلاندز وعندنا اندوكراين سيلز. الاندوكراين سيلز هي الجي سيلز، ودي موجوده في الاستمك وموجوده في الابر انتستين. يبقى نتفق على معلومه مهمه يا شباب، انه الجاسترين بيفرز من تو سايدز، بيفرز من الاستمك وبيفرز من الديودينم، تمام؟ لكن الخلايا اللي بتفرز بنسميها جي سيلز. طيب stimulated by distension and vagal stimulation، تتذكروا قبل شويه
لما نتكلمنا عن الفيجاس ستيميوليشن قلنا الفيجاس بيفرز لنا هرمون اسمه او بيبتايد اسمه جاسترين ريليزنج بيبتايد، صح ولا ما صح شباب؟ صح صح. صح يبقى الجاسترين ريليزنج بيبتايد ده بيعمل ستيميوليشن لافراز الجاسترين، لكن ثرو ذا فيجاس ستيميوليشن، اند ذس فيري امبورتنت فيري امبورتنت انفورميشن. اوكي طيب اوكي يبقى الديستنشن اذا قراها كويس الديستنشن والفيجاس ستيميوليشن. طيب لو واحد سالتك قلت لك الديستنشن كيف بيزيد افراز الجاسترين هتقولي لي شنو؟ هتقولي لي بيعمل ستريتشنج للوالز بتاعت الستومك، فبيعمل للماي انتريك بلكسس بيحصل له ستريتش، فبيقول ممتاز 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 جدا جدا. يبقى بنفس الفهم الجبير اللي قلناه برضه ممكن تقول لي بالفيجوفيجا اللونج اللونج برضه عرفتي؟ يعني ممكن الاثنين اخر النهايه انا اي ديستنشن في الاستمك حقتي هو ممكن يعمل بدايركت ريفلكس او انترميورال ريفلكس او لونج فيجوفيجا ريفلكس. فيري جود. طيب لما نيجي الجاسترين بيعمل شنو؟ لما نيجي الجاسترين وات ات كان دو. اوكي يبقى الجاسترين لما نيجي بيعمل ستيميوليشن للاسيد سيكريشن فيري امبورتنت. تذكروا ولمس قلنا عنده ريسبتر، عنده ريسبتر اسمها جي ريسبتر موجوده في البرايتال سيلز. بيعمل سيكريشن للبيبسينوجين والانترنسيك فاكتور، يبقى معناته بيعمل ستيميوليشن للبرايتال سيلز، ونحن عارفين البرايتال سيلز بتفرز الاثنين ديل. يبقى الجاسترين ويل ستيميوليت ذا سيكريشن اوف بيبسينوجين اند انترنسيك فاكتور. بيعمل ستيميوليشن للبنكرياتيك سيكريشن، يجري هناك يمشي البنكرياس ويخليه يفرز لنا الانزيمز مينلي ذا شنو؟ مينلي انزيمز. اوكي؟ سو بيحضر البيئه لشنو؟ للعمليه بتاعت الهضم. يبقى وتتذكروا برضو الجاسترين ده انا قلت لكم لما اتكلمت عن الموتيليتي قلت لكم بيزيد الموتيليتي بتاعت الاستمك وول وبيزيد الموتيليتي بتاعت الانتستين، واخر النهايه بيعمل اليوسيكال فالف ريلاكسيشن عشان ينظف المنطقه، وبيزيد كل الموتيليتيز. يبقى الجاسترين هرمون يا شباب هو من اهم الهرمونات اللي بتحضر الجي اي تي تراك حقنا للجاستريك سوري للسكريشنز و والدايجستشن والابزوربشن. فيري فيري امبورتنت هرمون. هنا انا مركز على السكريشن مينلي لانه كلامنا عن السكريشن. طيب يبقى برضه بيزيد من افراز المويه والبايكربونات من البنكرياتيك داكس امبيليري داكس. يبقى باختصار الجاسترين انكريز اول جي اي تي سكريشنز اول جي اي تي سكريشنز. يبقى اخر النهايه هو هرمون مهم جدا جدا والسورس حقه الاساسي الاستمك وديو تو ستيميوليشن اللي هم الديستنشن والفيجال ستيميوليشن. طيب خلاص احنا انتهينا كده من الاستمك، نجي لمنو؟ نجي للانتستين. الان الاكل بدا يدخل شويه شويه للاستمك حقتنا. طيب اسالكم سؤال هنا وداير اجابه يعني تفكروا فيها شويه. What is the most important factor of gastrin secretion؟ شنو العامل الاساسي اللي بيحفز افراز الجاسترين قلنا؟ ها السلايد اللي فات. الو الفيجوفيجل الديستنشن صح؟ الديستنشن صح؟ الديستنشن مش كده؟ طيب لما الاكل يبدا يخش ايوه لما الاكل يبدا يخش صحيح. يبقى الديستنشن هو المهم. لما الاكل يبدا يخش في الديودنم حقي الديستنشن بيقل ولا بزيد في الاستمك؟ الديستنشن بيقل لما الاكل يخش بيقل بيقل، لكن انا محتاج للجاسترين ولا ما محتاج له لحد الان؟ هل العمليه بتاعت الهضم والدايجشن تمت ولا لسه ما تمت؟ لسه ما تمت لسه ما تمت. يبقى مفروض ايوه لسه محتاج ليه. ويبقى اجيبه من وين؟ هجيبه من الانتستين. بقى الاكل اول ما يخش الانتستين طوالي هيعمل ديستنشن للانتستين، وانا كبير قلت لكم الجي سيلز موجوده في حتتين، موجوده في الاستمك وموجوده في الانتستين صح؟ في الابر ديدنم ايوه ايوه. يبقى معناتها
الان هيجيني دور الجاسترين اللي بيفرز من شنو؟ اللي بيفرز من الانتستين. شايفين presence of food in the intestine stimulate gastric acid secretion after 1 to 3 hour. 1 to 3 hour من شنو؟ من الاكل. لانه الان الجاستريك امبتين خلاص الاستمك شويه شويه بدات تفقد في الديستنشن حقها، لكن لحد الان انا محتاج للبنكرياتيك سيكريشنز ومحتاج للموتيليتي اوف ذا ستمك ومحتاج للموتيليتي اوف ديدينم، يبقى محتاج للجاسترين حرفيا. يبقى فروم وير اي كان جيت ات ناو اي ويل جيت ات فروم ذا ديدينم. اوكي، يبقى ذيس از فيري امبورتنت فاكت. ذيس از ميدييتد باي gastrin released from the intestine stimulated by distension or products of protein. اول ما الاكل يجي في الديودينم بيعمل distension للانتستين او بيجيني شويه امينو اسيد. الامينو اسيد دي برضه واحده من اهم الاستيميليترز للجاسترين سيكريشن، وحاجه اقول لكم الكلام ده لما اتكلم لكم عن الجي اي تي هرمونز لقدام ان شاء الله. طيب الفاكتور الثاني عندنا بيبتايد بيفرز اسمه انترو اوكسنتين. This peptide also ليجو هو استيميليت دايركتلي سيكريشن اوف gastrin from the intestine. ده خاص بالانتستين فقط. اوكي، يلا عشان تتذكروا الكلام ده اتذكروا هناك الجاسترين ريليزنج بيبتايد ده بيفرز من الاستمك هناك في الاستمك، وهنا عندنا حاجه اسمها انترو اوكسنتين ده بيفرز من الديودينم. لكن الاثنين بيتفقوا في حاجه واحده انهم الاثنين بيزيدوا الجاسترين سيكريشن. يبقى الجاسترين سيكريشن لما يزيد انا عارفه بيعمل شنو، عارفه في الاسايد الفات بيزيد ال HCL وبزيد الانترنسيك فاكتور وبزيد البيبسين سيكريشن وبيزيد البنكرياتيك سيكريشن وبزيد البايكربونات سيكريشن. يبقى ناو انا اي نو ذات ان الانتستينال فيز از فيري امبورتنت. طيب عايزكم تعانوا لحاجه مهمه جدا. لو لاحظتوا الانتستينال فيز از ات هرمونال اور نيورال فيز؟ هرمونال. يبقى نحن بدينا القصه في السيفاليك فيز بشنو؟ نيورال صح؟ نيورال. جينا في الاستمك قلنا شنو؟ نيورو هرمونال صح؟ وجينا في الانتستين قلنا والله هرمونال. يبقى كده اتحفظ صح؟ نيورال نيورو هرمونال هرمونال. يبقى معناته الانتستينال فيز از مينلي هرمونال. اوكي؟ طيب انتستينال فاكتورز ويتش ديكريز اتش سي ال. يلا خلاص نحن بعد ده ما خلاص القصه بقت فيها مشكله حتحصل لنا بعد شويه. تفتكروا المشكله اللي حتحصل لنا بعد شويه شنو من وجود ال HCL؟ الاكل الان يا شباب خش الانتستين حقتنا. الانزيمات المهمه جدا في هضم الطعام هي جايه من وين اصلا؟ بتجي من وين؟ بتجي من most important من وين؟ الجال بلادر والليفر. لا لا ما الجول برادر والليفر، من اهم من نون الليفر ما بدي انزيمز. اللي بدي انزيم منه اللي بيفرز انزيم ها البنكرياس. البنكرياس فيري جود. ما ده الكلام اللي قلناه، قلنا اهم اورجان عندنا في جسمنا بيفرز دايجستيف انزيم هو البنكرياس. لما اتكلمنا عن السليبر لايبيز وتكلمنا عن الجاستريك لايبيز قلنا ما مهمات لانه عندنا البنكرياتيك لايبيز، ولما اتكلمنا عن البيبسين قلنا ما مهم لانه عندنا الانزيماتيك اللي هي البروتيليتيك لايبيز الموجوده في الكيموتريبسين والتريبسين الموجودات في البنكرياس. يبقى يتذكروا المعلومه دي، اهم سيكريشنز فيها انزيمز بتهضم لنا الاكل كله حتى الامايليز بيجينا من البنكرياس، بتهضم لنا الاكل كله موجوده في البنكرياس. لكن مشكلتها شنو؟ انتوا عارفين في الكيمياء الحيويه انه كل انزيم عنده حاجه بنسميها اوبتيمم بي اتش صح؟ Yes. طيب يبقى الاوبتيمم بي اتش بتاعت البنكرياتيك انزيم يا جماعه الكلاين ما اسيديك. البيبسين القاعد في الاستمك بيحب يشتغل في الاسيد عشان كده بيشتغل في الاستمك، لكن الكيموتريبسين وجين والكيموتريبسين الجماعه دي لما يجوا هنا ما بيحبوا يشتغلوا في شنو؟ في الاسيد، بيشتغلوا في الالكلاين ميديا. يبقى لازم انا بقدره قادر اقلب الاسيد الجايني ده اقلبه للالكلاين. يبقى معناته لازم انا كانتستين افرز حاجات تعمل لي ريدكشن للسكريشن اوف الاتش سي ال. هنا بيجيني السوماتوستاتين هرمون فيري امبورتنت. السوماتوستاتين ريليز فروم الدي سيلز ان ذا انترام اند انتستين وين ذا بي اتش دروب تو 2.5 اور ليس. اول ما الاسيد يبقى 2.5 او اقل طوالي السوماتوستاتين بيبدا يفرز. السوماتوستاتين بيعمل شنو؟ بيعمل انهبيشن للجي سيلز، بيوقف الجاسترين لانه عارف الجاسترين هو سبب القصه كلها. الجاسترين هو المسؤول عن افراز الاتش سي ال، وبيعمل انهبيشن كمان على البرايتر سيل. يبقى فيري سترونج انهبيتر
ومش كده، السوماتوستاتين يا شباب بيعمل انهبيشن لشنو؟ للموتيليتي، يوقف الحركه ذاتها كلها. يبقى هو انهبيتوري هرمون، هو انهبيتوري شنو؟ انهبيتوري هرمون بيفرز من الدي سيلز بتاعتنا و بيعمل لنا شنو؟ بيعمل لنا انهبيشن لكل الفانكشن بتاعت الجي اي تي، لكن احنا هنا بهمنا الجي سيلز والبرايتال سيلز. طيب also we have other hormones. عندنا حاجه اسمها البلبوغاسترون هرمون، وده due to presence of acid and fat او hypertonic solution، وجود الحاجات دي اللي هي جايانا من الاستمك حقتنا في الابر انتستين بتخلينا نفرز الهرمون الثاني ده. يبقى الهرمون الاول اسمه السوماتوستاتين، الثاني اسمه بلبوغاسترون، وده secreted from the duodenal bulb وينهبت الجاستريك سكريشن. another هرمون اسمه انتروجاسترون، ودي بيفرز من الابر انتستين برضه وبيعمل انهبيشن للجاستريك موتيليتي. يبقى البلبوغاسترون والانتروجاسترون واحد فيهم بيعمل انهبيشن للجاستريك سكريشن والثاني للموتيليتي، والاثنين لو جمعناهم مع بعض بدون الاكشن بتاع السوماتوستاتين الفوق اللي هو قلنا بيعمل انهبيشن للجاستريك سكريشن وبيعمل انهبيشن لشنو؟ للموتيليتي. طيب يبقى also we have another two important hormones اللي هم السكريتين هرمون والسي سي كي، وديل برضه بيفرزوا من الابر انتستين بتاعتنا وبيعملوا انهبيشن لشنو؟ بيعملوا انهبيشن ستيموليت البنكرياتيك سكريشن وبيعملوا انهبيشن للجاسترين هرمون. يبقى دي انا حاجه اتكلم لكم عنهم في محاضره، عشان كده ما اقدر اشغل لكم بالكم بيهم، لكن اعرفهم انه السكريتين والسي سي كي الاثنين بيشتغلوا شغلانه واحده، بيزيدوا السكريشن بتاعت البنكرياس وفي نفس الوقت بيعملوا انهبيشن للجاسترين هرمون وبالتالي بيقللوا ال HCL، ودي الهدف حقهم انه يجهزوا البيئه للبنكرياتيك سكريشن والدايجستشن والابزوربشن ليتر. عندي هرمون الجلوكاجون، الجلوكاجون احنا عارفين انه بيفرز من وين اصلا؟ فروم وير. شباب الجلوكاجون بيفرز من وين؟ من البنكرياس صح؟ لكن في واحد ثاني بيفرز من شنو؟ بيفرز من الاستمك اللي هو ده، وبيعمل انهبيشن للجاستريك اسيد سكريشن، بيعمل انهبيشن للجاستريك اسيد سكريشن. اوكي يبقى وي هاف اولسو انذر هرمون اسمه جاسترو انهبيتوري بيبتايد، سمعتوا بيه ده؟ يس. ايوه يبقى الجاسترو انهبيتوري بيبتايد ده يا جماعه هرمون عجيب جدا جدا، هو بيفرز وبيقوم بيعمل حاجه غريبه جدا، بيعمل لي انهبيشن لل اتش سي ال، لكن بيعمل ستيميوليشن للانسولين، بيعمل ستيميوليشن للانسولين، والحاجه دي يعني واحد من اقوى الاستيميوليتر للانسولين سكريشن، حتى في ناس بيقولوا هو اقوى من الجلوكوز نفسه، هو اقوى من الجلوكوز نفسه، انه بيزيد من الافراز بتاع شنو؟ بيزيد من افراز الانسولين. يبقى الجي اي بي بيتم افرازه من الانتستين في وجود الطعام، لما يحصل ديستنشن بيفرز وبيعمل له انهبيشن للاتش سي ال وستيموليت الانسولين سكريشن. البروستاجلاندين تتذكروها؟ البروستاجلاندين اي بتعمل شنو للاتش سي ال؟ تعمل انهبت للسكريشن انهبت انهبت لل اتش سي ال صح، واستيميوليت للميوكس سكريشن صح؟ yeah. وانهبيشن لشنو؟ للميوكس. اوكي طيب يبقى البروستاجلاندين انهبت ال اتش سي ال وانكريز الميوكس، يبقى كانما هي انت شنو؟ انتي بيبتيك صح؟ بتمنع البيبتيك ارثر مش كده؟ ايوه صح ممتاز. اوكي طيب يبقى خلاص نحن كده زي ما قلت لكم الاسبرين بيعمل لها انهبيشن وهي بتعمل البيبتيك السر. طيب انا عايز عشان ما تنسوا الكلام ده، يلا كده قولوا لي الهرمونات كده من راسكم اللي قلناها بتعمل انهبيشن شنو شنو، قولوها بس اسمع. السوماتوستاتين ممتاز، سكريتين، بلبوغاسترون وطوالي ولد عمه انتروجاسترون ممتاز، غاسترون جاسترو انهبيتر بيبتايد ممتاز،
جلوكاجون صح؟ بروستاجلاندين. ايوه يبقى خلاص شطار جدا انتوا كده وقعت ليكم. تفتكروا اهم واحد فيهم منه؟ اقوى واحد فيهم؟ ده اقوى واحد فيهم، لكن للاسف ما بيفرز بكميات كبيره. طيب انتوا اخذتوا الاندوكراين ولا لسه؟ ايوه اخذنا. طيب تذكر عندكم حاجه اسمها جروس ريليزنج انهبيتوري هرمون اللي بيعمل انهبيشن للجروس هرمون، تذكروه؟ ايوه يس. اسمه شنو؟ سوماتوستاتين اللي هو ده ذاته ده، شايفين؟ لكن هنا بيفرز من وين؟ بيفرز فروم ذي شنو؟ فروم ذي ستمك. طيب يبقى خلاص نحن كده ممكن نمشي للحته الجايه اللي هي الابزوربشن ان ذا ستمك. نحن تكلمنا الان عن السكريشن، ان الستمك فيها سكريشن، وتكلمنا عن الكنترول حقه. دايرين نشوف الابزوربشن. في سمول اماونت اوف ووتر could be absorbed in the stomach. الالكوهول is partially absorbed. الالكوهول is partially absorbed. وتتذكر دي كان واحد من الحاجات اللي قلنا الكحول بيعمل شنو؟ بيعمل ستيميوليشن لل HCL، مش كده؟ عشان كده الناس اللي بيكونوا درانكر او بيشربوا الكحول ممكن يكون اكثر من غيرهم عرضه للبيبتيك ألسر. ليبيد سولبل سبستنس اور دراكس، في بعض الدراكس بيحصل لها ابزوربشن في الـ 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 في الاستومك، ومنها الاسبرين نفسه الساليسيليك اسيد. عشان كده برضو نحن بنخاف من الادويه دي اللي هي النان استرويدال انتي انفلاماتوري دراكس، لانه جزء منها بيحصل له ابزوربشن at the level of the snow of the stomach. اوكي يبقى اللي هم ديل الانسيتد اورجانيك اسيدز. طيب يبقى الابزوربشن في الاستومك از نوت سو امبورتنت، السكريشنز از فيري امبورتنت. يلا نتكلم عن شويه عن ابنورماليتيز. اهم ابنورماليتي المفروض نعرفها هي البيبتيك شنو؟ البيبتيك ألسر. والبيبتيك ألسر بصورة عامة بنقسمها لاثنين، لجاستريك ألسر وديودينال ألسر. جاستريك ألسر وديودينال ألسر هي دائما بيكون في ديفكت في الميوكوس سكريشن أو الميوكوزا أوف ذا ستمك إذا كانت بنتكلم عن الجاستريك ألسر، وفي الانتستين إذا كان بنتكلم عن الديودينال ألسر. وزي ما قلت لكم في المحاضرة اللي فاتت، أنا عندي الميوكوس ممبرين أو الميوكوس بارير ومعاه البايكربونات. عندنا تو بارير، كيميكال وفيزيكال بارير، كيميكال اند فيزيكال شنو بارير. ديل بيكون فيهم ديفكت، لما يكون فيهم ديفكت بتحصل لي شنو؟ بتحصل لي البيبتيك ألسر بتاعتي. الناس لقت انه في حاجه اسمها هيليكوباكتر بايلوراي، هي عباره عن بكتيريا لما يحصل لها بروفريشن لقوا انه البكتيريا دي بتاثر على الميوكوزال ممبرين، بالذات في الديودينم، ولحد كبير هي مسؤوله من الديودينم. طيب العيان اللي عنده جاستريك ألسر الالم بتاعه، هي الاثنين فيهم الم، البيبتيك والديودينم، الالم بتاعه بيكون during the eating ولا during the fasting؟ during the fasting. طيب لما انا يكون عندي جاستريك ألسر احسن لي اكل ولا احسن لي اجوع؟ اكل الجاستريك احسن fasting. احسن fasting، عشان كده الناس زي اللي بيقدروا يصوموا رمضان. الناس اللي عندهم جاستريك ألسر بيقدروا يصوموا رمضان، احسن لهم الصيام. ليش؟ ليش؟ ليه؟ عشان ال HCL. ايوه لانه ايوه لانه لما ياكل ال HCL بيزيد، وال HCL لما يزيد بيعمل الريتيشن للألسر، عشان كده احسن له الصيام. طيب وديدنا الألسر كيف؟ أحسن الأكل. ليه تفتكري؟ عشان الحياة اللي قلناها الانهبيتر الكتار اللي قلناهم قبل شوية ديل، لما يأكل والأكل يصل الديودينم طوالي بيحصل شنو؟ طوالي بيحصل انكريز لكل الهرمونات اللي قلناها سي سي كي والسوماتوستاتين وكده. آخر النهاية بتكون المحصلة إنه ال HCL secretion بيحصل له انهبيشن. يبقى دائما العيان ده بيكون شنو؟ بيكون احسن له الاكل، وما اكل كثير يعني ما بيملى الاستمك، يعني ممكن ياكل له بسكويته بسكويتين كده طوال الاكل البين بيروح. اوكي؟ لو اكل اكل كثير ممكن يدعب، لو اكل اكل كثير ممكن يدعب، لانه حيخش في شنو؟ حيخش في الجاستريك فيز وال اتش سي ال حيزيد وكده. فيوجوالي ذي ايت شنو؟ سمول ميلز. اوكي؟ طيب الجاستريك ألسر كثيره في الفيميل ولا في الميل؟ الجاستريك ألسر
فيميل. في الفيميل الجاسريك أكثر كثيرة في الفيميل. طيب هل عندها عرضة طيب هل عندها عرضة أكثر تتحول لكانسر الجاستريك ألسر ولا الجيدنال ألسر؟ الجاستريك ألسر. الجاستريك ألسر تمام. وخطورة الجيدنال ألسر شنو؟ What is the danger of جيدنال ألسر؟ إنه ممكن يحصل بيروفريشن يحصل إنه الديودينم يتخرم ولو يتخرم عندنا الديودينال آرتري ده قاعد ورا الفيرس بارت دائما كومن في السكند بارت والفيرس بارت فممكن يحصل بيريفريشن ويحصل للعيان هيماتيميسيس يحصل له بليدنج شديد جدا جدا دي خطورة شنو؟ خطورة الديودينال ألسر بيحصل فيها بيريفريشن أوكي؟ طيب this is the ulcer إذا شفتوها كده this is the ulcer اللي هو عبارة عن loss of the epithelial layer بتكون بعد ده very sensitive اي اتش سي ال جي فيها هنا بتكون مشكله عشان كده العلاج دايما بيعتمد على حاجتين يا اوقف الاتش سي ال ولا اعمل كفر للالسر دي نفسها اوكي طيب يبقى عندنا بعض الكيسز اللي عندنا حاجه اسمها زولينجر إيلسون سيندروم وعندنا بعض الدراكس زي ما قلنا نون ستيرويد ده ممكن يكون اجريفيتنج فاكتور للبيبتيك ألسر انا ما هتكلم عنها كثير لانه المفروض تاخدوها شوية in detail in medicine. طيب يبقى التريتمنت بيعتمد على الصورة دي والصورة دي احنا familiar معاها صح شرحناها كويس المرة فات صح صح طيب يبقى لو دار العالجي البيبتيك ألسر ممكن توقف ال HCL يبقى هتشتغل على الفاكتور دي يبقى عندنا دراج اسمه الإموبرازول الإموبرازول هو عبارة عن بلوكر للهيدروجين بوتاسيوم بمب هيقفل ليه البمب دي ودي اهم بمب اذا اتقفلت هيحصل شنو ما في هيدروجين هيدخل للكالينيكولاي وبالتالي ما هيلاقي الكلورايد وبالتالي ما هيحصل اتش سي ال برودكشن عندنا السيماتيدين والرانتيدين دي اللي هم اتش 2 ريسبتور بلوكر دي اللي هيقفلوا الهيستامين هنا اوكي هيقفلوا الهيستامين تمام يبقى دي الموست كومن دراجز ذات وي يوز most common drugs that we use to decrease the HCL secretion okay طيب gastrectomy دي الحاله الثانيه اللي ممكن احنا تواجهنا في 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 الميديسين او في السيرجري مرات بنضطر نقطع الاستمك نعمل gastrectomy يبقى لو عملنا gastrectomy بنعمله mainly due to cancer يبقى علاج للكانسر ممكن نعمل شنو ممكن نعمل gastrectomy اوكي فالمشاكل اللي حتجينا شنو المشاكل ممكن تحصل لنا هنفقد الانترنسيك فاكتور واذا فقدنا الانترنسيك فاكتور المشكله هتواجهنا شنو فيتامين بي 12 ديفيشنسي صح والبي 12 مهم في شنو في النيرو ممتاز يبقى حيكون عندي حاجه اسمها سب اكيوت degeneration of the core دي واحدة من المشاكل اللي بتحصل لي للبي 12 لكن على مستوى الريد بلوس سيلز هل هتكون عندي مشكلة؟ في مشكلة في ايوه 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 حاجة بتشبه الفوليك اسيد تذكر الفوليك اسيد؟ ايوه يبقى حيكون عندي ميجالوبلاستيك انيميا ميجالوبلاستيك انيميا اوكي ماكروسيتيك انيميا ليه لانه الدي ان اي حتكون فيه مشكله والدي ان اي لو فيه مشكله الخليه ما حتنقسم فالخليه حتكون كبيره سمينه لكن عددها بسيط يبقى النمبر الكونسنتريشن اوف الهيموجلوبين حيكون له يبقى حتكون عندي انيميا والانيميا دي بنسميها برنيشس انيميا الانيميا الوبيله بنسميها طيب يبقى الدايجستشن حتكون عندي مشكله في الدايجستشن ولا لا اذا عملت جاستراكتومي للبيشنت Yes of course لانه احنا قلنا الدايجستشن بيعتمد على شنو بيعتمد على السكريشن بتاعت الاستومك وبيعتمد على انه الاكل يقعد في الاستومك يحصل جاستريك امتين شويه شويه ما يجي كله طوال يمشي وين يمشي للديودينم طيب اي ديفيشنسي انيميا صح ولا ما صح صح ايوه ليش عشان يعمل الابزوربشن الى 3 الى 2 ممتاز ممتاز جدا يبقى حيكون عندي كمان انذر انيميا يعني حاجه كده كوكتيل من الانيميز طيب فريكوينت سمول فريكوينت سمول ميل صح يبقى معناتها
العيان ما حيقدر ياكل ليه؟ ما حيقدر ياكل، يبقى حياكل فريكوينت سمول ميل، ودي ممكن تاثر على شنو؟ على النيوتريشن. بتحصل لنا حاجه بنسميها دامبنج سيندروم. بتعرفوا الدامبنج سيندروم؟ سمعتوا بيها؟ لا ما سمعت. طيب دامبنج يعني شنو بالعربي؟ What does it mean dumping? Dumping يعني غرق، إغراق. Dump إغراق. طيب أنا ما حقول لكم، أمشوا شوفوها براكم، أقرأ براكم اللي جوجل إت. أوكي شوفوا dumping syndrome دي يعني شنو. طيب كده نحن خلاص بنكون اتكلمنا عن شنو، اتكلمنا عن الجاستريك secretions، واتكلمنا عن الجاستريك control of secretions. نلخص كلامنا ده سريع في ثلاثة كلمات. عندنا كم فيز، أنا هسألكم أنتوا جاوبوا، عندنا كم فيز بنعمل بها كنترول للجاستريك سيكريشن؟ ها سريع. شنو؟ قولها لي واحدة واحدة. سيفاليك. سيفاليك، ودي دي يلا سيفاليك دي دقيقة. سيفاليك، السيفاليك دي نيورال ولا هرمونال؟ ولا نيورو هرمونال؟ نيورال. طيب الفيز الثانية شنو؟ جاستريك. دي شنو؟ نيورال ولا نيورو هرمونال ولا هرمونال ولا شنو؟ نيورو هرمونال. نيورو هرمونال، ممتاز. واهم هرمون هنا منه في الجاستريك فيز؟ الجاسترين. تمام ممتاز. طيب والمرحله الثالثه اسمها شنو؟ انتستاينال. ودي شنو؟ هرمونال. اهم هرمونات فيها منو؟ يعني هرمون هنا فيها ستيموليتر قبل السوماتوستاتين، ما نحن قسمناهم لاثنين، واحد ستيموليتر وباقين انهيبيتر. الستيموليتر منو هنا في الانتستاينال فيز؟ الجاسترين هرمون برضو صح؟ الجاسترين هرمون مش كده؟ ايوه. وضده منه هو واحد كده بس واقف في الانتستين، ضده منه ضده جماعة كتار اللي هم منه قلنا السي سي كي والسوماتوستاتين والسكرتين والانترو والبلبو غاسترون. ممتاز جدا جدا، خلاص انتوا كده تمام وما بتحتاجوا لحاجة تانية في الموضوع ده. في اي سؤال؟ any question؟ يا دكتور بس عندي سؤال في السلايد في البداية بتاع الكونديشنال نون كونديشنال بتاع يلا عيني عشان ما تلخبط في الحته دي. شوفي بتلقي بعض الكتب بتكتبوا كده، وفي بعض الكتب بتكتبوا زي ما مكتوب في السلايد. يعني انت لو دايره خلينا نتفق على الموجود في السلايد ده عشان ما تتلخبطوا. اذا الاكل دخل الماوس، نحن الان بنعتبر انه اي حاجه هتحصل it is شنو؟ it is نون كونديشنال. خلاص اوكي يلا نتفق على دي ونقف على كده. حتى بالنسبة للسلايفة، لو شميت ريحة الأكل والسلايفة حقتك زادت ده conditional. لو الأكل جه في الماوس حقك والسلايفة زادت ده non-conditional. تمام؟ لو شمينا الأكل والgastric secretion زادت ده conditional. لكن لو الأكل خش الماوس حقي أو خش الاستمك ده non-conditional. وقعت؟ وقعت. لكن يلا لما نكون في الماوث له علاقه بالانتستاين بيكون نون كونديشنال يعني صح؟ لما يكون يلا عيني معلش عشان ما نتلخبط في الحته دي. كلمه كونديشنال انه الاكل لسه ما دخل الجي اي تي تراكت. خلينا نتفق على المعلومه دي كده، نقولها كده. طالما الاكل اوتسايد ذا جي اي تي تراكت، انا بفكر فيه او شميت ريحته او كل الافرازات بتزيد كلها، السلايفا بتزيد والجاستريك سكريشن بتزيد والانتستاينال سكريشن بتزيد والبنكرياتيك سكريشن بتزيد، كلها ديل كلهم بنعتبرهم سيفاليك فيز، وبنعتبرهم في السيفاليك فيز بنعتبرهم شنو؟ بنعتبرهم نون كونديشنال. لا سوري كونديشنال، كلهم بنعتبرهم شنو؟ كونديشنال. تمام مجرد ما طيب. دخل الماوس هو محل ايوه، مجرد ما دخل الماوس بعد ده بيختلف على حسب المكان. يعني لو قلت للسلايفا هيكون شنو؟ ما هيكون سيفاليك فيز اصلا صح؟ ما سيفاليك فيز بالنسبه للسلايفا صح؟ ما سيفاليك، ما خلاص الاكل جه في الماوس. لكن بالنسبه للاستمك سيفاليك ولا ما سيفاليك؟ الاستمك الاكل في الاستمك نون سيفاليك جاستريك فيز. لا الاكل في الاكل في 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 الاكل في خشمي بمضغ فيه وانا كويس ما وصل للاستمك،
بالنسبة للاستمك هتتعامل معاه سيفاليك ولا ما سيفاليك؟ سيفاليك. سيفاليك سيفاليك، لكن كونديشن ولا نون كونديشن؟ نون كونديشن. نون كونديشن. لا ما نون كونديشن، ما خلاص الاكل دخل الجاي تي تراك، عرفتي؟ فعشان عشان ما تتلخبطوا في الحاجه دي، انا ما تركزوا فيها كثير، يعني الكونديشن وما الكونديشن ما تشغلوا بها بالكم، لكن فكروا في شنو في كلمه سيفاليك، انه طالما الاكل برا الاستمك ات سيفاليك، طالما الاكل برا الانتستين ات سيفاليك، طالما الاكل عرفتي برا الماوس ات سيفاليك، عرفتي؟ بعد ذاك براك، بعد ذاك اقعد كده براك بورقه وقلم شوف الكونديشن شنو والنون كونديشن شنو. الاكل لو دخل، لو الاكل خش الجي اي تي تراك دي كده نحن كلنا بنقول ان اتس شنو اتس نون كونديشنال، طالما الاكل دخل الجي تي تراك. لكن هل ممكن يكون سيفاليك؟ يس. يبقى السيفاليك فيها اثنين، فيها كونديشنال ونون كونديشنال. السيفاليك نفسها فيها كونديشنال ونون كونديشنال على حسب المكان. الاكل في الماوس حقي، الاكل في الماوس حقي ده سيفاليك بالنسبه للجاستريك سكريشن، بالنسبه للجاستريك سكريشن سيفاليك. لكن لو دارت خطيه كونديشنال ونون كونديشنال هتقولي نون كونديشنال، ما الاكل خلاص خش الجي تي تراك. يقول ذا بوينت. طيب يس. طيب في سؤال ولا خلاص دكتور؟ يس. على الجاستريم بالمسلمين شنو؟ هل ما سامع صوتك كده، علي صوتك معلش. طيب الجاستريم اها علاقته بالمسلمين شنو؟ هو اللي بيحفز زي الهستامين بشنو؟ معلش علاقته بشنو؟ بالهستامين. بالهستامين؟ Yes. لا، هو الجاستريم ما عنده علاقه بالهستامين مباشره. الهستامين والجاستريم، الهستامين والجاستريم عندهم الاثنين، اي واحد فيهم عنده ريسبتور في البرايتر سيل، الاثنين بيزيدوا الاتش سيل سكريشن، الاثنين يعني الجاستريم بيزيد الاتش سيل سكريشن والهستامين بيزيد دي العلاقه، لكن ما في علاقه بيناتهم هم مع بعض، يعني ما في واحد فيهم بياثر على الثاني. طيب any question؟ على see you إن شاء الله in next lecture. السلام عليكم. شكرا. عفوا. شكرا يا دكتور. الله يسلمكم. شكرا. تسليم. سلام عليكم.